الحديث أيضا في الجانب الآخر للاعب المنتخب السعودي محمد نور، أسامة المولد، ونايف هزازي، وأيضا حديث كان لناصر الشمراني بعد التدريبات التي جرت اليوم. نتابع ماذا قالوا. تحديدا في مشاركة المنتخب السعودي في البداية، المواضيع اللي قاعدين نسمعها الأيام هذه، نايف هزازي راح يشارك، نايف هزازي مش راح يشارك، وش اللي تعرفه نايف؟ خلاص أكيد إن شاء الله شارك. خلاص لكم القرار النهائي؟ اي الحمد لله. طيب كابتن، المباراة القادمة تحديدا للمنتخب السعودي والمباراة اللي بعدها هي مفترق طرق وبشكل كبير، أنتم كلاعبين كيف تشاهدون أنفسكم كنفسيا وأيضا فنيا داخل الملعب؟ شوف بصراحة يعني مباراة مثل هذه ما يحتاج لها غير أنه أنت يعني إن شاء الله مالك إلا تنزل مركز تركيز كامل، وخاصة تنسى الضغوطات اللي عليك، لأنه مباراة بصراحة يعني في حال خسارة السعودية خارج حسابات. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله، لأنه زي ما نحن متكاتفين كذا خارج الملعب وحاطين يدنا على بعض من امور كثير، ان شاء الله تكون داخل الملعب هو داخل المستطيل الاخضر، لان هذا الشيء هو اللي يكون حافز لنا بصراحه، ونقدم باذن الله ان شاء الله الشيء اللي يرضي الجمهور هذا اللي صراحه خذلناه كثير في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله تحصل 3 نقاط باذن الله. كابتن، يزعجكم ان المهاجمين ما يسجلون اهداف؟ طبعا زعجنا كثير، لكن ان شاء الله اقول لك ان شاء الله انه حلفنا الحظ من خلال هذه المباراه، وبعد كذا ان شاء الله تفوق ان شاء الله. كلمه توجهها للجمهور المنتخب السعودي تحديدا لمؤازره المنتخب في المباريات القادمه. والله كل اللي اتمنى بصراحه يعني دعمهم، لان هم الدعم الاول خاصه في مباراه زي هذه، اتمنى يكونوا متواجدين يعني من قبل المباراه، يعني هذه بصراحه هذه ما يحتاج لحتى دعوه مني او من زملاء اللاعبين، لكن انا يعني ابادعيهم لانه نحن في حاجتهم صراحه في ذا الوقت. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله ان شاء الله ما حيكون علينا ضغط ان شاء الله. لعيبه كبار متعودين على المباريات هذه، ان شاء الله باذن الله انه نطمح ان نكسب 3 نقاط. بدر، الجمهور السعودي يحتاج دعوه منكم؟ والله نطالبهم صراحه بالحضور ان شاء الله، وان شاء الله ما حنقصر باذن الله. كلاعبين وانت قريب للاعبين ولك خبره كابتن، وقد كنت في يوم من الايام كابتن للمنتخب، اتكلم معك، تواجهون تحديدا مضايقات الان، صعوبات عليكم من الاعلام والجماهير؟ بالعكس والله ما نواجه اي مضايقات، وان شاء الله باذن الله الوعد في الملعب باذن الله. والله اكيد يعني الحمد لله يعني كل شيء كويس وتمارين كويسه. الحمد لله يعني اخذنا اجازه العيد وايدنا مع اهالينا وكل شيء كويس، يعني صراحه المدرب والاداره كلهم ما قصروا معنا، وما بقي الا يعني الباقي علينا نحن ان شاء الله انه نأدي داخل الملعب ونحقق 3 نقاط. دعوه الجماهير. والله شوف يعني انا استغرب انه يعني انها تقوم حمله على الجماهير، انه ندعي الجماهير الحضور في مباراه زي هذه، يعني مباراه مفصليه. بالعكس يعني الجماهير السعوديه ما تحتاج دعوه، يعني خاصه في يعني استاد الملك فهد، يعني دائما لما تكون المباراه جماهيريه دائما بيكون لها طابع خاص، يعني حماس ونديه داخل الملعب. اما ما تصور انه تجي استاد الملك يعني تلعب مباراه المنتخب السعودي يلعب مباراه ومباراه رسميه وما ما ما, ما يحضر جمهور. ناصر، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة يتكلمون عنها، تشكل عليكم ضغط الآن؟ والله أكيد، بس اللاعب السعودي متعود على الضغط وعلى المباريات المهمة هذه، لكن إن شاء الله نكون جاهزين فتم الجاهزين. وش اللي ممكن يفوز المنتخب السعودي على المنتخب التايلندي في ظل الضغوطات على المنتخب السعودي؟ الأهداف بس، الأهداف. يقول دائما عتبانين عليكم أنتم تحديدا كمهاجم. إن شاء الله ما يكون في عتب مباراة الجمعة. لأن أنتم تواجهون ضغوط كمهاجمين بصراحة. لا بالعكس، يعني أكيد أي مهاجم أي لاعب يواجه ضغوط، لكن إن شاء الله يكون قد المسؤولية وإن شاء الله نفرح دعوة الجمهور. إن شاء الله، والجمهور لازم يحضر، يكون لاعب رقم واحد إن شاء الله.